يلا نجرب. بسم الله. احد مخلل. مرة ثالثة. بس الوردة لو حطيت الفلفل كله. الحين انا بديت في حلب العباية. تخيلوا حطيت سكراب في شو اسمه من قاعدة تروش. شوفوا كيف دحين حوالين خشمي كله مزيت. يعني انا حاطة سكراب كذا شوية في اليد. وجهي ايش دخله؟ صحيت مرة متأخر. انا اساس اني اصحى الساعة كم؟ الساعة 4. صرت استخدم كونسيلر فيت مي بنات بشكل يومي يجنن. المهم انه صوتي واضح مفقع نوم. تخيلوا انه انا ترى ما كنت بحط كونسيلر اليوم، نسيت. مش الغباء ذا. المهم كنت ابغى اصحى الساعه 4 ايش اسوي، على اساس انه قال لك يلا ابغى اطبع اوراقي واراجع وافطر وتروش. ما سويت ولا شيء. صحيت الساعه كم؟ 6:30 وتروشك. لا قمه في الادب بصراحه. تخيلوا هذا بنات برضو براند سعودي ونباتي وما يطلع حبوب. رهيب. ليش الطرحه كذا؟ بس كذا احط واحد كذا فوق. شوفوا لونه كيف كذا. شفتوا كيف؟ تدروا اغاني ايش اللي لاصقه في عقلي؟ اغاني يم الوطني. يعني لسه ما جالي مواطني نحن. شفتوا ثاني يوم وانا صاملة اشرب بنفس المق. كذابة، بس ما شربته كله. قاعد اكذب على حقين سناب واقول لهم تراني جالسة اشرب كوبين. بنات لحد تصدقني. بخليه كذا شوي ينشف. انا طلبت البلاشر هذا بنات يجنن مرة، بس قاعد اخذ حذري قد ما اقدر عشان لا يتكسر. والله لبكي مرة حلو لونه اصلا. يقولوا بديل على بلاشر ديور، يعني بديل عنه. اسمع صح، شفت امس نطلب طبيعي شيء وقلت لكم انه هذا يخفي الدهون. ايش رايكم نجرب؟ بس ما في دهون. هنا هنا شوفوا شو هذا الزبده. خلاص برونزر. شوفوا اظافري ما يضحك الغباء. حط كذا شويه يعطيني كذا 3 لبعد. بابا قام وانا لسه ما خلصت. اسمع بخلص بخلص كل شيء واجيكم. كنت اقول لكم شوف ايش بلبس ربطه هذه مره حلوه بنات. انا شعري اصلا من اول ما سويت بلبس على الربطه هذه. تخيلوا بس شكل كذا، شكل وحده كيوت بنات. حيره اليوميه البس هذه ولا هذه. اي تسم بلبس توقعني بلبس هذه. يلا من زمان ما لبستها. امزح لي والله يومين البس. مشكله النسيان عندي لو ما انحلت من بدري. تخيلوا طبعت ورقة حقت الاختبار ونسيتها. ايش الغباء ذا؟ خرجت السيارة ودبي دخلت اخذها. بعد المراجعة اللي نسيتها في البيت والله بغيت اروح فيها، لانه احنا اصلا يعني ما رجعت لنا هي امس. لا بناخذ الورقة ونراجعها قبل الاختبار. والله انا فضحت ام المدرسة. شوفوا اثر المطر حق امس. والله باين انه وصى والله ما شاء الله امس الحديقة. لا ودي كرم اول بدنا. طبعا جيت بندا بعد المدرسه زي ما شايفين وغدور افوكادو عشان بكره قال لك بسوي صحيه ونبدا حياه جديده. هي لقيت بس في افوكادو يكون مستوي اللي هو كذا لون. خلاص ما ابغى اشتري افوكادو ما فيها. بشتري لي عصير. حس فجاه اشتهيت عصير فراوله ما ادري ليش لحد يسالني بس اشتريت. احترت اكل واسحب عليكم ولا اجي نسولف. خلاص يلا نسولف. يلا يلا من زمان ما لبست النظاره حقتي هذه صح؟ اخر مره لبستها في رمضان. احلكم اني دوبي راجع من المدرسه من وجهي المزيت. بنات رجعت لا اني غسلت وجهي ولا اني مسحت الميك اب ولا شيء. الله الريحه حابه اموت. شوفوا وانا هنا هابدا كل شيء جوا، تبوكي ونقانق وجبنه واندومي وكل حاجه. الجبنه ما صارت كذا تصير تتمطمط تتمطمط. شوفوا بالله شوفوا. اليوم جاتني طاقة السوالف قلت يعني ما في احد يسمعني غير اليوتيوب الله يسعدهم يا رب. الغرفة محيوسة صح؟ سوي سكيب زي كذا عشان ما يبان شيء. اخذ لقمة ونسولف. بسم الله. اح والله كثرت فلفل. اح انا احب الفلفل اسمه لهذه الدرجة. الزبدة ودي اسولف بس الحرارة قاعد تاكل فمي. اول شيء صح ما ورتكم بلوفر من ورا. بالله ايش رايكم؟ حياتي كل شيء قاعد يروح بسبب النوم، فاحس اني ماني قاعده اسوي ولا حاجه ولا اني انجز ولا شيء. فاليوم اخيرا اني قررت ابادر بهذه اللحظه. وايش اسوي؟ اليوم في العصر بروح مكتبه جرير. ليش؟
عشان اشتري كتاب القدرات، بشتري كتاب المعاصر بنات. خلاص بدينا مرحلة الجد. انا عن نفسي لو ما خلصت القدرات في ثاني ثانوي، ما اختبرت القدرات في ثاني ثانوي بنهار. معليش انا من الناس اللي اكره ان انا اجل الشيء. وترى تدري ليش انا اغلب الاشياء اللي اجلها واكنسلها ليش؟ والله سبب واحد اللي هو الكسل. بنات ما فينا نسوي ولا شيء. اليوم مدام ننزل كتاب المعاصر، معاصر 9 اتوقع، فخلاص بروح اشتريه ونبدا تاسيس ونبدا حياه جديه. جديه حياه الكبار يعني. ما ابغى. المشكله انه بابا كمان وافق. يعني لو بابا كان يعني قال ان هو مشغول كذا كان صرفت خلاص وفرحت انه بنام اليوم. بس للاسف خلاص انا اليوم قررت اني اصحصح على نفسي واروح اشتري الكتاب، لانه صراحه الوضع لا يطاق، مره لا يطاق، ما ينفع. صح، شوف اظافري، في اظافر ان شاء الله بسويها الشهر الجاي، مره نفسي اسويها من يوم ما لحين البنات خلاص غيروا راح يسوي اشكال ثانيه، انا لا معلقه على الشكل هذا ابغى اسويه. هاي عرفتوا هذا هو الشكل اللي اقصده، مره حلو يا بنات. شوفوا 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 كيف فنانه. فبسويه عند وحده، بحط لكم حسابه لمني، لو جاء وعجبني بحط لكم حسابه. احس فمي فيه له نار، فيه اشتعال، فيه حريقه داخل فمي. بنات حكون انتوا ايش تسووا في المدرسه كذا؟ انا احس اني بديت اتاقلم مع المدرسه الجديده الصراحه، يعني بس تعرف شعور اللي ابغى صاحباتي. والله احس اني شكلي صاحباتي صراحه. تدروا انا اصلا حتى لو جلست مدرستي القديمه ما يجي، يعني كل صاحباتي اصلا نقلوا عشان كذا. يا رب. بنات والله اظافري حلوه ما شاء الله، حبيت والله. واخواتي من الجديده شوف المطر كيف، وربي انه فل. تخيلوا نزل ثلج برد، ايش اسمه برد؟ ايوه برد. كرم جاب سطل كرمتي لابس شبشبين. لا شوفوا بعد ما دخلت، شوفوا كيف البلوفر خلاص كله تبلبل بلبله غير طبيعيه. فخلاص ايش كذا بقع؟ او ماي جاد، ايش اسمه هذا اللي ضاء اللي هنا؟ مو طفينا الافياش كذا صار ظلام، خفنا نتلسم على الكهرباء. شغلها ثاني بنات، بحط بس تنت كذا قليل لانه ايش احس ان شفايفي لون ابي. بس كشوجو تك تك تك. اوكي ايش بس شنطه، ما راح بس شنطه خلاص. يلا على السيارة، شوف الساعة كم؟ الساعة 7:14. ليتس جو على السيارة بابا. يلا انا خلصت بنات. مرطب الشفايف هذا حق بايجرما، هو حلو بس انه احس هناك الافضل، يعني هو يرطب صراحة وكويس بس هناك الافضل. المهم انت راح قاعدين نتفرج مسلسل عشان كذا احس ان الوضع غريب. باخذ هذه الشنطة معي عشان بحط فيها الكاميرا، مرة حلو والله. شوفوا انا صراحة مرة حلو، احسها تناسب سفر وحجمها حلو. وصلنا جرير، يلا الله يستر. حس بطني عورني، هو مو اختبار بس جاي اشتري كتاب. كان تبغى اشتري لك هذا المايك؟ ايه هذا. والله لا حسبي الله، حس الوضع صار جدي بزياده. فيني بكي. بس تخيلوا ما لقيت لا المعاصر اللي هو الكم ما ادري اللفظ ولا شيء، حرفيا دقيت على اسماء وانا ابكي عندها اقول لها انه ماني فاهمه حاجه. في الاخير فهمتني وبرضه ما فهمت شيء، لا اللفظ ولا الكم ما اعرف ايش مين دول الاثنين. بنات شوفوا ربي مره يعجبني جرير يا اخي، شال الفيلو مره حلو. بس شويه بنات شفتوا لوحه الفلين هذه؟ تخيلوا كنت اجيبها زمان، ايش اسوي فيها؟ اخذها وايش عارفين اجيب اجمع اوراق والصقها عليها كذا. وكان ايش يسموه البورد، ايش يسموه ما ادري بورد شيء نسيت، ولا الكراسه هذه كانت ادماني بشكل مره حلوه. بشرتي تغيرت. استحي اتكلم قدام اهلي، الرؤية عندي معدي بخير بس النظارة هو افضل شيء اصلا واقرب شيء. اوكي اليوم قاعد ابدا لكم الفلوج من السيارة، كنت ببدا لكم في البيت بس حرفيا مرة كنت مستعجلة، والبيت كان قاعد يصير فيه انفجار فما قدرت ابدا. لازم اقول لهم تفاصيل عن دراسة عن بعد، عندنا تعليق مدرسة في مكة فمدرسة عن بعد وانا ما دخلت للان صراحة، نتبيت مع طبي عشان كذا ما قلت ليش ادخل و... اشهر هذه تعتبر موسم، وبالتالي
على حفلة بنت الوليد. دبي وصلت نمق فالحين بدخل جوا. صراحة أنا مغرمة بعبايتي الجديدة بشكل غير طبيعي. نظارتي كنت بلبس السود بس انسرقت من ماما. بنات وصلت نمق بدخل أطلب وبدور لي مكان وأجلس فيه. الحمد لله إني ما توقعتها مني. تخيلوا بس حاسة إنه في ظلام. دقيقة. شو كذا؟ حتى الضفر تنزف من التوتر. نزل علي توتر فجأة ما أدري من فين. أقسم بالله كذا دخلت المكان وأنا بحط لكم صورة رياكشن والله كذا كأني أنا كذا داخل. المهم بغيت أطلب كيكة نمق أنا جيت نمق. حسيتي ما حاكلها حرام أشتري وأنا ما حاكلها. فقلت خلينا نجربها مع بعض. جيت أصور القهوة إلا كذا تتكبكب مني. نجرب. كنت بطلب ماتشا بس حسيت اكثر شيء يناسب الشوكولاتة زونتريون. مرة طعم مرة مرة حتى على قد سعره صراحة يستاهل. ما شاء الله جربوه. اي لايك 10 من 10. بكمل دفتري في شيء لازم اكمله وبدخل الحصه من اللابتوب. انا الحين كنت مسويت لكم مقلب حطيتكم ورا اللابتوب حتى جالسه قدام الشمس مع الحر عشان اكل. بكمل واجيكم بالحفله بلا تبن. حتى وانا عم بعد لازم اكمل اشياء عشان بكره الربع دام. كنت بحطكم تحت بس حسيت انه ما له داعي. خلاص مع السلامة. بعدين دبي انا خلصنا من نمق. انا اللي دبي خلص يا المهم دبي خلصت من نمق وصراحه يعني عجبني مره الشوكليت بالزعتر مره حسيته يمي. فقهوه اليوم حقتهم لذيذه. تخيلوا بنات من كثر التوتر اللي سيطر علي جوا يوم دخلت الحمام دخلت كذا اصور تيك توك كذا اصور شنطه الجديده. قامت واحده دخلت البنت متوتره وانا متوتره. ايش قالت لي؟ قالت السلام عليكم داخل الحمام. قالت السلام عليكم. المشكله انا رديت عليها قلت له عليكم السلام. هي كم اسبوع ما اطلع طلعات كذا لحالي دائما مع اهلي عشان كذا احس انه تغير الوضع شويه. الحراره غير طبيعيه ما تمزح. ايش ايش تسوي؟ طبعاً قاعد بدون أي مقدمات أنا ذحينة في السيارة فجأة في العوالي فجأة في بيتنا فجأة في اليوم أنا مع مين؟ روز تكلم إنه قررنا نطلع كذا فجأة بدون أي مقدمات بنروح نتغدى سوا. كنت بقول اسمعي على طار البطة استني أوريهم البطة. روز معلقة بطة هنا بك حاجة حلوة؟ روز بالله انت قد رحت سكتي بعرفوني صار فراغ صار زي فجاه قلت حبيبي في السواقه. المهم تدري ايش فتح في مكه؟ مو فتح ايش نزله؟ شفتي لما رحنا الرياض مو والله ربي صارت بتنزل في السواقه مو في فراغ كذا بدون اي مقدمات. شفتي ايش اسمه؟ دمعت هذاك اللي بالشوكولاته. ايش؟ اللي بالشوكولاته. واو عرفت الصراحه العصير اللي بالشوكولاته اللي فيه له اسم يوم كنا في الرياض قلنا الا من عصيرات هذا عصيرات الربيع اللي في المجمع هذاك اللي فيه سو ماتشا عرفتي اللي يحطه بطه اتوقع اللي جنبه الحين هبه في مكه وش اسمه ريناس كافي نزلته. بس ما عرفت هذاك اللي في الرياض.
والله تعرفي اصبري ادور الحين ايش طلع اشوفه مجد منزل والله سواقتي حلوه بس ما ادري كم لك ماسكتي بالله جمع قطرات الندى احس اليوم حتنزل مطر شوف لما يكون في حرب زياده هنا بينزل مطر مطر قوي ومين رجال الشرايق ما يغلب لا غير ايوه يعني حينزل لا والله ما يكون حراره جدا ما راح اوريك خلاص ادري انا حمار اليوم ولا السواقه اليوم في كنت حاطه اصبحت رجعني بيتنا فين؟ لا مو هنا مو هنا هناك قدام روح قدام بعدين مرة بدي نروح قدام والله شكله من الكيس حياتي الا الا لف لف كذا كذا بس هذا كأنه حفل لما نجي في الليل يلا الحين ايش بنجرب معاكم شوفوا هذا يا حظ مخلل لا قلت يا هذا تخيلوا شو اسمه شو اسمه ستريبس الوافل الوافل تندر ايوه ودبلان مره هذا ستريبس ساو يلا اقسمي بالنص نجرب ما ينقسم بالنص ابدا مو كريسبي طبعا هو فكرته انه هو يكون مالح وحلو في نفس الوقت يلا حط المكس مع بعض صبر ما عادي نحط التوت يلا نجرب نحط صوص توت توت مع دجاج كنترول يستحق التجربة شوية يعني أقيمه لا والله والله طعم جربوا بس روزة ما عجبه البرجر حسنا كل شيء طلبنا برجر سيراتشا ما حط سيراتشا نو شوفي في كوف هنا خلصنا بالله تخيل شفت الصوت اللي دوبه جاتر هذا مو فيلم رعب عندنا ولا شيء اذا نشوف فيلم اذا في شيء يحمس بنطلع لين جد كيف فجاه هبقنا بنطلع جد ايه شكرا ناس حسبوني مجنونة أتكلم مع إذا عجبنا فيلم بنطلع جدا نتفرج السينما بس إذا ما عجبنا لا نجلس أنا بجرب ماتشت باسكت لأنه في واحدة من المتابعين قالت لي أجربها هي قالت لي تخيل من يوم ما كنت في مصر قالت لي جربي حقت باسكت نجرب إذا ما طلع الطعمة يتم الاعتزال ها حلو الإعلان طيب حنطلع ولا لا تسمي لو قلتي يلا بطلع عشان ما ادري عنك والله اعطيكم اخر بديت هنا ايوه روح سوق الشاطئ نروح جدا نروح سوق الشاطئ انا قبل كم يوم رحت سوق الشاطئ والله قضيت عبايات لا تخيل احنا كنا بدنا نطلع جده عشان سينما بعدين فكرنا فيها قلنا عبال ما نطلع جده ساعتين والفيلم لو ساعتين شوف الرج راح بس في المحدد المهم طيب جلسنا ساعتين في الفيلم حنخرج الساعه 12 احنا من مكه عبال ما نرجع مكة ترجعني بيت أنا بيتي فين وهي فين عبال ما ترجع بيتي بكرة عندي جامعة بكرة عندي مدرسة ويكند صراحة مرة ما راح نقدر الوضع مرة ومو ويكند فخلاص كنسلناها لوقت لاحق next time إن شاء الله فين بنروح ذحين
ونروح يمين نشرب ماتشا وقهوة صح؟ بداية الجديدة بس خلاص عشان تكونوا في ال لا مو حق شنو حق الفخار آخر بداية مرة ثانية مرة ثالثة ورابعة رحت بلبن نروح نشتري بلبن اللي بديت صار لأنه بلبن قررنا نرجع نشوف إذا في خطة ثانية في جدة غير السينما بنشوف أي نيد حق الفخار والرسم وهذه الأشياء ما شاء الله المطبة عيني انت وديتيني باسكت من جد؟ انت قلت تبي والله اروح اشتري ماتش بسرعه يلا اشتري ولا لا؟ اروح اشتري؟ ما ادري روح تصوري جنبه روح اشتري الهيز يعني يا الله يا روزة اختيارات كل شوي خمس كل خمس دقايق تقرر قرار جديد وانا زيك خلاص يلا خلاص اخر حل توصلنا له باسكت بنات شوفوا هذا باسكت بنات الاشياء اللي عنده كلها اسعاره مره حلوه عنده قهوه اليوم كركديه كل شيء هذا مو عيان والله دبي دفعت كان ماتش وصلت حان وقت التقييم صراحه اول شيء سرعه الطلبه قيموا 10 من 10 يلا الحرازه بتصفقني انا عارفه بس افتحي الباب تكفى تنكب الماتش دقيقه شكل الباب انا متفكر اني باب اسرع Is that you there? عبايتي عبايتي دقيقة بس الاجراءات سبحان الله كيف الانسان يخطط ما شاء الله والله اكتشفت ان هذا شيء وراثة نحن خطط بنت مفيد مجرد تخطيط قريبين مني بزيادة تقييم صادق اذا ما عجبتني والله بقول لكم ما عجبتني اول شيء سعرها 12 ريال فهذا سعر مره حلو ما قد شفت ماتش سعره 12 ريال كلها 20 وطالع ف اول نقطه نقيمها 10 من 10 يلا نجرب بسم الله حسابها لا طيبه بس مره حاليه مره حاليه ما عجبتك؟ هي اقول لكم احتاج مين؟ احتاج باللي ما يحب الماتشا عشان احتاج انت ليش رجع البيت؟ بروح فين ملك شك؟ ممكن انه هي ملك شك صح ما هي ماتشا ماتشا قمة في الادب جاية وين؟ او ماي جاد زحمه في جماعه الصراحه قمه في الادب احس بسدوبه قمه في الادب شاريه ماتشا وداخله فيها كافي ثاني قلت رفع صوتي قلت لهم زودوا لي حليب قالوا لي ما عندنا حليب اوكي شكرا مستحية أقول لكم المرة المليون غيرنا الخطة وبنطلع جدة دحين انضمت إلينا واحدة ثانية هنا شوي أوريكم هي بنطلع جدة بس عشان نجرب شيء واحد لو قلنا لكم السبب حتقولوا إن إحنا تافهين أشري حرقني هذا حرقني تخيلوا طالعين من مكة لجدة أصبر أصبر استني عشان بس نجرب هذا بالله شوفوا ورق عنب مو ورق عنب ورق عنب مع ورق عنب ورق عنب مع اندومي هذا اللي شجعتنا نطلع لا ماكو شخصية ابدا ماكو شخصية ارفع ارفع الصوت ماكو شخصية لا ليش؟ يعني عشان طالعين من مكة لجدة واحنا عشان ناكل اندومي طيب يلا وقت التجربة هذا لبنة ولا لبن؟ اللي تبغي ادوق قد جربت مكرونة مع اندومي مع جبنة مليان يعني مو بخيلين
هو دايما الكوري اصلا خلقه كريمين ما شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا تنام. ماشي غلط. حلو الملعب مو بالشوكه. غريب هنجيب منديل. ما نسيت. كمان ترمينا تاكل. الا بس الورد لو حطيت الفلفل كله والله يكون حار مره، ما احس بطعم الجبنه. لا طعم بس على قولة روزة طعم، بس ما راح ارجع اجربه. توتا ما جربنا الفرنش تشست حقه 45. الله فرنش تشست ايوه تخيلوا. في شو في واحده من بنات واحده من عماتي وصلتني على فرنش تشست بالكيري، احس ينفع للصباح اكثر. تعال اقول له تصريفة المطفرين. والله مين ياكل فريش تسكيري في الليل وغالي؟ ايش اللي 45؟ لازم ذكرت هالين البي. شوفوا هذا يا جوجو الحجم الصغير بكم؟ يعني خلينا نبتكر كمية حقت شخص. هذا الصغير ب 12 صح؟ صح. ورق العنب مثلا اقل واحد، لا انت على قد الكمية تحتاج ابو 5 حبات. طيب بس وين المكان اللي يبيع لك 5 حبات؟ في زي قطوف وحلوة ده، وفي اللي يجيك في كرتونة مستطيلة. يلا وفي بلافي لبن بريال. هاي لبنة. باقي المكونات في البيت بيتسوي. صح. وش جهد شخص الباقي؟ والله من جد شطة ليمون ليش رمار برضو كم ما في في البيت. ليش تقولي لبنة؟ لبنة. لو لبن كان ساح من أول. يمكن ما قلبوه طيب قبل. سلاكش والله.